هرجعك لفترة أكيد أنت يمكن يعني بتعتز بيها جدا، فترة اليونان واحترافك في نادي باوك طبعا. وخدوا بالكوا اسم مجدي طلبة زي ما ليه شعبية مع جماهير النادي الأهلي هنا، ليه يعني ليه تقل كبير جدا مع جماهير الكرة في اليونان وتحديدا باوك. هيكون معانا باتريس كوستاس الإعلامي اليوناني، يمكن واحد من أصدقاء كابتن مجدي طلبة أثناء فترة احترافه في اليونان. طبعا بداية بشكرك على وجودك معانا وظهورك معانا على شاشة الأهلي في السادسة. Hello, good afternoon. اهلا وسهلا، مساء الخير. فبيشرفنا النهارده طبعا واحد من نجوم الكره المصريه وكان نجم في نادي الاهلي المصري، وبالتاكيد صاحب واحده من التجارب الاحترافيه المحترمه جدا للاعبين المصريين في اليونان، كابتن مجدي طلبة. عارف ان في ذكريات كتير جدا بتجمعكم، لكن خلينا نتكلم على الفتره اللي قضاها كابتن مجدي في اليونان وارتباط الجماهير بيه والانطباع اللي انتوا خدتوه عن اللاعب المصري من تجربه احتراف مجدي طلبة في باوك اليوناني. نعم، مجدي طلبة واحد من أبطال فترة مراهقتي أثناء ما كنت أشاهد فريق باوك. هو واحد من أفضل صناع، من أفضل لاعبي خط الوسط في كرة القدم في اليونان في هذه الفترة. لم يوجد الكثير من اللاعبين الذين يؤدون بهذا الأداء في باوك في هذه الفترة، وكان الأمر يعني جديدا علينا أن نجد لاعبا من أفريقيا ومصر يلعب في الدوري اليوناني. فتح الباب للعديد من اللاعبين الأفارقة والعديد من اللاعبين المصريين، وخصوصا أنه كان لاعبا جيدا جدا، بذل كل ما لديه لنادي باوك. أهم الحاجات اللي ربطت اسم مجدي طلبة بجماهير الكرة في اليونان، أهم اللقطات أو الماتشات المباريات، ايه الحاجات اللي علقت جماهير الكره في اليونان باسم مجدي طلبة؟ حسنا، يوجد العديد من المباريات لمجدي طلبة التي احرز فيها العديد من الاهداف واعطى فيها تمريرات حاسمه وتمريرات جيده جدا. أتذكر مباراة كان يلعب في على ملعب نادي باوك ورئيس النادي كان حاضرا، ولم يخرج من المباراة، كان الحكم قد أمر بإخراج المباراة، وكان مجدي طلبة مخلص للفريق جدا والجمهور كان متعاطف معه جدا. فأعتقد أن المباراة كان حينما تلعب ضد الفرق المنافسة كالدربيات ضد أولمبياكوس كانت مباراة صعبة جدا على الحكام ومباراة صعبة على اللاعبين كذلك، ولكن مجدي طلبة كان يؤدي بمنتهى الإخلاص. بيتروس كوستاس طبعا الإعلامي اليوناني، بشكرك شكرا جزيلا.